هل يجوز أن أخرج زكاة مالي ملابس وأقمشة؟ لا يجوز هذا إلا عند الحاجة، تخرجها نقودا، تخرج زكاة النقود نقودا، إلا إذا كان الذي تدفعها إليه محتاجا إلى الملابس أو إلى طعام أو إلى شيء، وهو لا يحسن الشراء فتشتريها له، هذا لا بأس به، إذا كان هذا أنفع للفقير فلا بأس به. أما إذا كان الأنفع له دفع الدراهم فإنك تعطيه الدراهم وهي الأصل. نعم.